السلام عليكم اخواتي. هانتوما نحنا تسخرنا هانتوما هذا الطنوبين ديالنا هانتوما. هيا يوسف حاز معنا يوسف البيض هانتوما يا مازال عنا الطريق. شوفوا اخواتي زين احنا كنتسخروا ما كنمشي في الطنوبين كنمشي في الطنوبين ديال يوسف. شفتوه يوسف معنا البيض هيا هانتوما شوفي هنوريك. هيا يوسف جوات طنوبين ديالو مسكين نعاس يوسف شتوها على الطنوبين ديال يوسف كحزنا كحز حوايز بزاف. ها انتم انا نصوركم و يلا حز مع يوسف البيض عندنا السوق غير قريب داكشي علاش كنمشيو غير بحال هكا. هيا ها هاي هنا كانتم حرستو كي هادولي شفتوه هاد ديال الخضر هادولي ديال الخضر وهذا الطريق ديال صافي شفتوه ها قريب وغي هنا ندوزو هنا صافي وصلنا ياك حبيبي. هانتوما يلا خليكم معنا حتى نوصلو في الدار حبيبي مازال غادي نرجعو ياك مازال اي مازال ما شبعت ندور كلشي غلا صراحه كلشي عرفتي خاطي انا فاجعه البيض البيض كي غير بلاطو البيض حبيبي بلاطو البيض ياكي بلاطو البيض كنا نعطوه 20 درهم 21 درهم ودابا عرفتو شحال دابا اكثر من 40 درهم ندوبل ياكي حبيبي ندوبل الا ما كملش 40 درهم ولكن غالي شي 700 وشي حاجه اه اي صح 36 36 36 درهم بلاطو ديال البيض يعني ماشي كبير يعني غير صغير غير صغير ما اكثر كاين ديال البيض ديال 30 ريال الحبه كاين بشحال الحبه واحده شحال 24 لا حبه واحد قلت لك شحال حبه بيض واحد هي 24 ماشي 24 ريال ما عرفتش عارفين انت يلاه نقول لك درهم وشي شويه الدرهم وشي شويه هذا كان حاس كنجيبو غير بيض بحال هذا الصغير غير نص درهم 20 هي درهم عارفه هذاك الشيء كلشي غلا والبصله الاخوان غلا الطماطه غلا الزيت غلا كلشي غلا الصراحه هي غالي وكلشي حشومه الدرويش مشى فيها مسكين درويش ها العام الاخ الاخر عندنا هنايا كلشي زادو فيه كلشي زايده كلشي ويا ريت ما غادي يزيدوا بوطه المغربي كان الحاجه الوحيده اللي كيتفتح بها هي البصله وبطاطا البطاطا كان كيتفتح فيها لانها كانت رخيصه البصله مازال غدير 10 درهم تولي توصل حتى 22 تولي توصل البصله البطاطا حتى هي عاوتاني غادي تولي تعاود تزيد تغلى اكثر من هذا الشيء 10 درهم وريوسه ما والو شوفوا خاطي 10 درهم كيلو مسكين صافي مشى هذا هو العام الاخر عندي مسكين صافي ايه كما قال واحد السيد مسكين غتكونوا شفتوه قال لكم ما كيزيدوا علينا في هذا الشيء هذا وحنايا ما غاديش نطلبوا الشتا والعام الجاي غنموتوا كاملين لا الغني ولا الفقير حتى نحن حبيبي غنموتوا ملي غيبقى الانسان معذب مسكين ومحل واحد مسكين كاري صح ساكن في كراج سبعه الاولاد يخرج لعند مول الحانوت خدام مسكين ب 1000 ريال ولا 60 درهم نهار يخدم نهار ما يخدمش واش الشتا جايه ويمشي عند مول الحانوت يقول له قرعه ديال الزيت دايره 400 والصرف فين غادي تفر البوطه والبوطه ما نعرف البوطه واش يزيدوا فيها ولا لا قال لك غادي يزيدوا شويه صافي نطيبوا خشب والله لا نطيبوا خشب اول مره حبيبي كيسار مع المغرب هكا المغرب مشى طيب فين احنا دابا اذا كان مشى المغرب نحنا دابا فين اذا كان المغرب مشى نحنا عايشين غير اللي عندهم شوفوا هذول الناس كيضربوا التمر هناك اخواتي يوسف بعد المسؤولين هادو بعد المسؤولين هادو كي غادي كيزيدوا على ولادهم صح مازال يجي واحد النهار ما يبقاوش هما مسؤولين ولاو ولادهم
موظفه عاديين ولا ناس عاديين، ويلقاو ان جدودهم ووالديهم زادوا عليهم في المواد الغذائيه وزادوا عليهم في الحياه وفي كل شيء. لان هادو ماشي عذبوا الاجيال واولاد ولادهم وكل شيء. ولكن لا اله الا الله وصافي. هانتم اخوتي، هانتم كتشوفونا حنا دابا رجعين في الدار وحزنا الكروسه ديال يوسف، هذا الطونوبيل ديال يوسف. يلا اخواتي نسى هذا. شحال هادي راني؟ ها شحال هادي؟ كانت تما كتدخل 100 درهم من السوق ولا 150 درهم كتقضى كلشي. اه صح، دابا عندي غير 20 درهم. هذاك النهار خواتي، هذاك النهار جات هنايا اول مره عرفتو خواتي، كنعطي خالتي غير 20 درهم كتقداني كلشي، غير 20 درهم كتجيب لي كلشي. لا مطيشه توما كنا غير انا وياه. استغفر الله. دابا تي ولا دابا راه خاصك الا بغيتي تقدا غير داكشي الضروري، غير داكشي اللي ضروري كيخصك 250 درهم. اه صح. وعرفتي حبيبي، عرفتي يا اخواتي، عرفتي هذاك النهار عندي مثلا اذا راح تجيبي لي محمد 200 درهم، انا قديس كنفرح، قلت راسي عندي فلوس بزاف. عشان ياك يا حبيبي والدجاج، اه كلشي غلا. اه والدجاج، والدجاج شحال شريتي الدجاج؟ الدجاج غالي. فالروز، فالروز ما كامل 2 كيلو عليه 40 درهم، ما كاملش 2 كيلو. صح. يا ويلا مساكين، مساكين مشا مسكين. هذا هو العام الاخر عندنا مسكين، هذا مسكين، هذا هو العام الاخر داو عليه هذوك الناس مولين شكارة. مولين شكارة يلا الله يرزق البركه. صب صب صب، غير ملي نمشيو للروضه بعدا نلقاو بعدا فين دفنوا، الا نمشيو يقولوا لنا خلصوا البلاصه وخلصوا العساس اذا غادي يموتوا. قتلوك غير بالجوع، هذا قتلوك غير بالجوع. في الاخر ملي غتبغي تموت يحسبوا لك البلاصه، حتى ميت وما كيتحاسبوا فوق راسك. لا غادي تزيدني 1000 ريال. يلا يلا اخواتي، دابا قريب الدار. يلا حتى نسال هذا الفيديو، مازال غادي نرجعو. يلا خليكم معي. دابا اخواتي نحنا غادي نرجعو السوق، غادي نرجعو السوق. هذا شنو هذا؟ سفينج. هذا اللي كيعجبني، هذا كيعجبني. جيبي لي 20 درهم. جيبي هذا الكسكسي وصافي. تقدينا شي حاجه وقبل نرجعو الدار غادي نشتري هنايا كرواسو، بس نديرو فيها الكاسكرات وحلوه. السلام عليكم اخواتي، دابا رجعنا. انتم شفتوا قبيله مشينا ورجعنا، وبغا نوريكم شنو تخدينا اليوم. تخدينا اليوم هادي معايا، غير اشترينا هذا منداري، منداري، واشترينا البنان، هذا كحمق البنان، ليلى كحمق البنان، واشترينا التفاحه، هذه التفاحه، وصافي اشترينا البطاطا، اشترينا المطيشة والفلفلة، مطيشة والفلفلة، وشنو هذا حبيبي الرمان هيك، واشترينا الرومان، ليلى كيحمك للرومان، واشترينا هذا انا والله كنموت من هذاك الشيء، انا كنحمك لهذا الزميتة، لا شبكية شبكية، هذا شبكية. وشترينا البصلة، هانتم البصلة، كلشي كلشي زايد، غالي غالي، كلشي زايدة. شترينا هذا ديال الخبز، شحال مرة كيقولو لي في الطريق محمد اشتري لي ديال الخبز،
ديال الخبز هذا هو وصافي. واشترينا هذاك الشيء انا وانت مشينا في مخبار زعما قلت محمد اشتري لي كاطو. ها انتما الكاطو ديالي، ها انتما محمد كتعالى فيني محمد. اوه اشترينا هذا تيبان، ها انتما تيبان، ها تيبان، ها انتما. واشتريت هذي كرواسو، ها انتما كرواسو، ها انتما كنحرك الكرواسو. وصافي اشترينا غير هذا الشيء من الديل، ندير ديال الطواليت هاو صافي. وصافي اشترينا ديال ميكا ديال الزبالة، ها انتما. وهذا طباسل، ها انتما طباسل، ها انتما زوينة هذاك الشيء طباسل. ها واشترينا هذاك الشيء، ها انتما هذا صينية، صينية ها انتما، هذا صينية، صينية ها انتما. وهذا قطار ديالو ها انتما. وشو بعد واشترينا هذا البيض، بلاد البيض واشتريت هذا ديال البيتزا، تك 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 بيتزا ديالنا ها انتما. ما بقاليش بيتزا، لا مبقاليش هذا دايات، هذا وحده ما عارفين لا فينا. وصافي تقدينا هذا البزار الطريقه بزار كزبر كلسي 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 ماشي كزبر الكلسي ديال البزار بزار. وبعد وهذاك الشيء ها لا هذاك الشيء بغا نشارك معكم هذاك الشيء كامل الايات اللي بغا نشارك معكم. وهذا هي نهاية الفيديو اختي، انا بصراحة عيط 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 مشي نعيد رجلينا جرحنا وعيط عيط عيط بزاف عيط. ودابا يجاني جو دغيا كيجاني جو غادي ندير كاسكرول انا ليلى ومحمد. وهذا بلاتي راح نكتب هذا الشيء عيط الله عيط. قبل نسالو هذا الفيديو اختي بزاف ناس كيقولوا في الطريق لاني لاني اشتري هذا خاصك اشتري هذا خاصك اشتري هذا مروني راسي اشتري هذا بحال دابا مثلا عندي غير هذا، عندي غير هذا سنية ياكي، عندي غير هذا سنية. ولكن دابا اشترينا ديال ضيوف، ديال ضيوف هذاك الشيء ها انتما شوي شوي علينا كل نوبة هذا كل نوبة هذا، يعني كل شهر كل شهر ان شاء الله نشتري لي خاصنا. بحال دابا مثلا ديال الدواء، يعني مثلا هادو عندنا هنايا الدواء بزاف، عندنا ادويه ديال الاطفال، الاطفال ديال يوسف ديال ليلى فهمتو. مازال غادي نشتريو ديال البارماسيا ديالو راح نديرو هنايا، عندما راح نديرو هنايا. ومازال راح ندير ان شاء الله هنايا بلاكارات ديال بلاكارات فيكم قزازه فهمتو. مازال غادي مازال غنزيد واحد البلاكار هنايا على قبل، عندنا شي مواعن ما عندناش فين نديرهم كنحطهم غير هنايا. هاد الدواء اللي كان جاتنا من عند السيده الله هذا ديال الاطفال اللي كان صيفطات لينا راه غادي نصدقوا منهم كذلك النص، والنص غادي نخليوه. وكذلك عندنا شي دواء ديالنا تما كنا في الثلاجه من الداخل، غنشري واحد الفارماسيان ديال الفارماسي ندير فيها الدواء تما. مازال غنزيدوا واحدة بحال هادي، بحال هادي مازال غنزيدوها هنايا. مازال بزاف الحوايج غادي يتغيروا، بزاف الحوايج غادي يتزادوا ان شاء الله، يعني بشويه بشويه فهمتوا، يعني بشويه بشويه. مازال الزربيه يعني دائما كنشوفوا تعاليق يعني كتقول يلا شريوا هادي زيدوا هادي مازال خاصكم هادي، يعني بشويه بشويه ان شاء الله قطع قطع كيحمل الواد فهمتوا. يعني كل شهر كناخذوا حاجه وحنا غاديين، هادشي اللي كاين. ماشي ما بزاف علينا كل شيء، هذا شي طق واحده طق واحده شوي شوي علينا خالتي. وان شاء الله ربي يسهل طويله راه صغيره، اي حاجه كتحطها كتبان فيها. المهم شويه بشويه حتى كت ان شاء الله كل حاجه تحط في البلاصه ديالها. وانا كنبغيكم بزاف، واي حاجه خديناها ولا خدتها لاني راه غنبارطاجي معكم صافي. وانا كنبغيكم بزاف 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 هادو المتابعين ديالي اللي دائما كتفرجوا فينا. ما تنساوش لايك 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 الاخوان. واحد الحاجه اخرى الاخوان، بزاف ديال الناس راه كيبغيونا اننا نبارطاجيو معكم الكبيره والصغيره فهمتوا كيفاش. بزاف ديال البنات العيالات كيقولك لاني ورينا شنو كتشري، ورينا شنو زدتي في دارك، ورينا التقضيه، ورينا هذه ورينا هذه. وكذلك مسكينه لاني كتكون بالفرحه ليها انها توريكم هذا الشيء،
وبحال اللي كتوريها لعائلتها، بحال اللي كتوريها لخوتها، يعني فهمتوا وهادشي اللي كان الاخوان. ومهم الانسان باش ما يفكرش التفكير اللي هو ماشي دار ليه، وهادشي اللي كاين. واي واحد الله يسهل عليه والله يعاون اي واحد. قال لك تمنى شي حاجه للخير الله يعاونه. امين امين. بالنسبه لاني راه حنا غادي نفتحوا لها واحد الحساب ديالها، كنت داك النهار مشيت باش نفتح لها حساب، على حساب اي حاجه كتقبضها من هاد القناه. يعني الفلوس نتاعها راه ما كندخلش فيها، يعني الفلوس نتاع لاني كتجمعها كتقدر انها تعاون بها العائله ديالها، وفي نفس الوقت كتجمع باش تشري التيكيت والبيي باش انها نسافروا ان شاء الله، يعني تسافر. فهمتوا هادشي اللي كان الاخوان؟ و وبلا ما نطولوا عليكم وتبارطاجناكم هذاك الشيء، وما تديروا ما تنساوش اللايك لايك وتبارطاجيو. اذا بارطاجت انتم، انا بارطاجتكم هذاك الشيء، بارطاجيو عاود على الناس اللي كتبغاو انتم. صافي يلا باي باي. السلامه.